نحن عندنا قناة إن شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم إن شاء الله قبل ما تروح اليوم بإذن الله حنعطوكم التردد، وحتطلعوا مباشرة وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا. الساعة 5 غادي في الكفارة. أمس العشية والله اليوم على جماعة الذرع الحقيقة متفقين معاهم على أساس أنهم يبلغوكم. عمان حصل خير. هو دائما نحن حظنا سيرة ديما الأخطاء يصير مش هو الخطأ. لو نبز ولا. أنسنا وشرفنا الكفرة وهذه الكفرة والمجلس يرحبوا بكم وتفضلوا تسمعوا منا ونسمعوا منكم. الحمد لله اللي أنتم جيتونا حتى تشوف الواقع اللي احنا عايشينه حتسمعوا منا عرفت؟ ونحن توا أو كل هذه حاضرين حياش حوله وانت تسمع وشفت الكفره وامر الواقع اني شيء غريب جدا جدا. الدوله الليبيه ما هيش شاقيه بينا وكاننا نحن خارج الدوله الليبيه. اني مهمشين قصه تهميش اللي بعد معمر قذافي اصبحت حاليا عنده. اني سيد مصعب جديد واعضاء المجلس الانتقالي اتخذوا في القرار. ان كنت تعلم فهي مصيبه وان كنت لا تعلم فالمصيبه اكبر. يعني الكارثه السيد مصعب جديد واعضاء المجلس الانتقالي يتخذوا قرار بإنشاء مجلس محلي في ما يسمى بربيانة. هل تعلم أن مدينة قرية ربيانة سكانها من 76 طالعين منها، وحاليا اللي يتواجدون فيها لا يتجاوزوا 600 و700 فرد، عرفت؟ إذا تم اعتماد مجلس ما يسمى بربيانة فهي كارثة كبيرة على الدولة الليبية، لأنك أنت تعلم أن ربيانة أكثر ما يتجمع فيها التشادين الذين يحملون الجنسيات مزورة، وهناك أزلام القذافي موجودين فيها. حتى الآن الدولة الليبية لم تصل إلى منطقة ربيانة. نعم هناك عصابات شادية كبيرة موجودة في ربيانة وهاجمت كفرة. وعارفين أحداث حصلت كلها انطلقت من ربيانة. الحكومة الليبية لحد الآن لم تضع سيطرتها على قرية ربيانة. ما فيش شرطي من الأمن الوطني ولا في عسكري من وزارة الدفاع ولا من الثوار عندهم سيطرة على ربيانة. ربيانة كارثة كبيرة جدا جدا. توجد فيها أعداد كبيرة من العصابات الشادية اللي هاجمتنا اللي قاتلت مع الطاقية. هل تعلم أن هناك ما يسمى بورقة بركة ورتقو كان من ضمن كتائب الطاقية وأنت انضمت الثورة. انضمت الثورة في 8 عندما سقط عندما قرب القذافي من السقوط هذا المدعو بركة ورتقو اللي يحمل راهو جنسية نيجيرية يوجد وثائق موجودة عندنا حقيقة هذا الشيء حاليا قاعد مقرب وما يسمى بوزير دفاع قرب منا حتى عام الثوار منطقة الدامس ومنطقة جنوبة. فهذه كارثة كبيرة جدا. إن كانت الدولة الليبية تعلم فهي مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة تعلم. أما بالنسبة لنا نحن كسكان مدينة كفرة من كافة الأعيان من قبيلة زوية وكافة قبائل مجد لن نفرط في ربيانة، لن نسمح بإقامة مجلس في ربيانة، لن ولو على أجسادنا، لن نسمح مهما دفعنا بثمن، ونحن قادرين على دفع الثمن. دفعنا ثمنا سنة 1930 عندما تحدينا كريستيانو ودفعنا ثمنا لحفيده معمر القذافي عندما هاجمنا في مدينة الكفرة. لم تبقى قواتي في مدينة الكفرة أكثر من 7 أيام فدفعنا ثمنا قليلا وقتلنا قتال الأبطال واستشهد منا مسجد وحققنا نصرا عظيما وبفضل الله وبفضل إرادة ثوار مدينة كفرة المجاهد الصابرين المقاتلين استطاعوا أن يطردوا كتائب القذافي ولم يبقوا في هذه المدينة أكثر. فنحن كذلك اليوم قادرين على دفع الثمن ولن نسمح لمصر عبد الجليل ولا وزير الدفاع ولا أي صفة من ليبيا أن يقاموا مجلس في ربيانة. لأن إذا قام مجلس محلي في ربيانة فهي مصيبة تكبر. وتحل بنا كاسكر ولن نرضى ولن نسمح وقادرين على فعل الكثير والكثير قادرين على إيقاف النفط قادرين على إيقاف منبع النهر ونحن لنا القوة ولنا الرجال ولنا العزيمة والله أكبر والله أكبر ويجب ان يفهم كل الشعب ان نحن ما بوش نتكلموا عن الكفر انما نتكلموا على جنوب ليبيا كله الجنوب يعاني الجنوب في خطر الجنوب الى الان لم يحرر الا اولا كان فيما مضى كان جثمات عليه الكتائب وكان الدعم ياتي من الجنوب من دارفور ومن مناطق كمال تشاد بقبائل منهم القبائل الدارفوريه وقبائل الزغاوه وقبائل المرتزقه المحاميد وغيرهم وكان خط السير بتاعهم اللاين بتاعهم 100 كيلو من الكفر يمشي جنوبا لنا وعندنا حتى شباب قصروهم وما طلعوش الا بعد 6 شهور من الاسر
كانوا دايرين عمليه نوعيه في جنوب ليبيا في حدودها، على اساس انه قطعوا الطريق على المرتزقه اللي كانوا يمولوا في القذافي. نقول لك نزيد ناكد لك ان الجنوب ما زال محتل، لان القوات اللي كانت تقاتل مع القذافي كانت رافعه رايه القذافي وتقاتل معاه في البريقه وفي الشمال بالكامل. لما اندحنت قوات القذافي ونهزمت في معارك سرت ومعارك بن وليد، رجعوا. وين رجعوا؟ رجعوا للواحات في تراغن ومرزق وباري في المناطق هذه، ورجعوا منهم مجموعه من القطرون ومنهم الارانب، والتفوا وجوا تجمعوا في منطقه ربيانه اللي نحن نقولوا قاعدين فيها الاشباح، ما فيهاش ليبيين، لان الليبيين الاصليين اللي مسجلين في مدينه ربيانه سجلهم موجود هنا، موجود في الكفره، لان ما فيش بقوا. خلينا نتكلموا، عارف اللي بنقول الناس هذا يرحلوه بقرار في 77 هناي، ما فيش مقومات للبقاء فيها، المدن اللي هنا في منطقه بسيمه ومنطقه رجيانة. الناس لما رحلت تركت مزارعها وتركت، فجوا الاشباح هذول اللي ما همش ليبيين واستوطنوا في منطقه ربيانه. تو نحن ربيانه قادرين على حسمها، نحن هنا حاسمين لان الارض مقسمه، ما يقدرش واحد ورفلي يمشي يقول انا نص مصراته ليا، والله يمشي واحد من مصراته يقول انا تجوره نص ليا، مستحيل. الارض معروفه اصحابها قبيله زويه ومع بعض المجابره والاخوان والتواتيه في ربيانه، الارض ملك لنا نحن اهل الاصليين، نحن اللي مسجلين في ال 54، مش الاشباح اللي جو تو جابهم القذافي. الله اكبر اللي هزموا من معارك القذافي. انا ما زلت نكرر لك الا جنوب لم يحرر. نحن شبابنا وشهدائنا 127 شهيد اللي استشهدوا في معارك ال40 غرب جدابيا، اسكت وجدابيا، واللي قاتلوا في البريقه، واللي قاتلوا في راس نلوف، واللي قاتلوا في السرد، وعلى راسهم الشهيد البطل ناصر بوشفور. ان شاركنا في معارك تحرير العزيزيه ومعارك تحرير سبها، وجنودنا البواسل وابطالنا وثوار الكفره هم اللي حرروا زله وحرروا الجفره وقاعدين منهم الان هناي. نحن شاركنا في معارك تحرير ليبيا، بينما القبائل اللي تحدى فينا الان تشاديين وتبوا معاهم، والله واحد منهم ما مات في معارك البريقه ولا في معارك اللي ذكرت لك، ما عندهمش ولا شهيد. نحن عندنا 127 شهيد مسجلين بالاسماء. طلعنا من الكفره، شلنا الاغاثه، قاومنا، ساهمنا بالسيارات بالاليات بالرجال اللي اغلى شيء عندنا، بذلنا الغالي والرخيص من اجل ليبيا بالسلاح. شبابنا من الكفره هم اللي جابوا السلاح، واول ناس دخلت سلاح الى ليبيا، السلاح اللي ساهم في تحرير مصراتة. انت ممكن راجل معلوماتك كويسه، عارف انه منين جاء ومن جابه وكيف وصل، عن طريق الكفره، والكفره حرروها شبابها، ولا جاها ناتو ولا جاها غيرها، ولا جانا حد من برا، وبقينا فيها وطردنا فلول القذافي. ولكن خلينا نعاودوا للنقطه، نحن عاد الان ما زلنا محتلين من عصابات الشاديه، وانا نقول لك نص كيلو مشي او من هنا 50 ما فيش حتى 1000 متر ندخلك عليهم، ونتحداك انت ونتحدى اي قوه وجويلي وجيب قوتك انك تقدر يدخل المعاقل الشاديين داخل المدينه مركزين. نحن ما زلنا محتلين، صح يا شباب ولا لا؟ اولا والعيطي والغيره، جميع القبائل ليبيا دمنا واحد، في النهايه نحن عرب، ولكن يبغوا يديروا تغير ديموغرافي في داخل ارض ليبيا وعلى مناطق حدوديه يسببوا لنا مشاكل. انت عارف جنوب الوطن العربي كله فيه مشاكل، في دارفور من السودان يبغوا يحتلوها، لا القبائل السنجيه الدنقه وما غيرها، في جنوب ليبيا يبغوا يحتلوها الشاديين وما يتبعهم، في جنوب الجزائر التوارق وغيرها، في جنوب موريتانيا الماليين وغيرها، كل جنوب الوطن العربي معرض، في جنوب مصر والارض نفس الشيء، منوضين بلاد النوبه وغيرها، يجب ان يكون يقظين مخططات الاستعمار. نجي للعراق، شمال العراق خذوه الاكراد بلا ماهيش عربيه بكل. نجي سوريا برضو الاكراد دايرين برامج اخرى، يجب ان نفطن نحن، عروبتنا تنهار، يجب ان نتماسك من اجل العروبه، من اجل الحفاظ على ارض ليبيا، على رقعه الوطن العربي، اذا كان نحن وحدويين. لان هذا بكره تو يقعد كله حكاوي، لكن اللي نحن تو انا مش موفر باش نسحب درع ليبيا ولا باش تمام. الله اكبر. لو سمحت خليني نكمل، لو سمحت. الله يبارك فيك، لانك قطعتني بعد درع ليبيا هذا مع عزنا وهذا مع عيالنا ونحن كلمناه بحمايه تمام. ومازالوا موجودين ومش حيطلعوا الا بامر من رئاسه الاركان، وكان طلعوا ضروري من البديل
الهم اللي هو الجيش الوطني اللي قاعد تو يصبي في الكري وقاعد يبال ويدرس قوات درع ليبيا وغيرها من قوات من الثوار هذوما قاعدين تو يأمنوا في أمن بلادهم لأنهم هم مسؤولين عن الثورة اللي قاموا بها وأعظمهم من الثوار ومازالوا مكلفين بتأمين ثورتهم حتى من السرقة. تمام؟ يعني المواضيع راهي مواضيع دولة. الدولة لما تهزتنا أنا الكفرة باش نستطلعوا مش باش نسحبوا قوات درع ليبيا، لا غير صحيح. معناها أصلا ما نملكش إني لا مش هذا بس أبو أربع مواضيع أربع حاجات. نحن مطالبنا أربع حاجات. دقيقة يا أخي. لا كملنا. مطلب كم كملتهم البقاع اللي درع ليبيا اسمعني هذا تنظر للدولة الدولة هي اللي تنظر ما نتكلم بقاع درع ليبيا قوة أخرى من خاطي درع ليبيا المهم أمن الكفرة أنت يهمك أمن هلك وأمن ناسك من القوة اللي المسخرة من الدولة أنها تحميك مش مهم التسمية بتاعها شوية أخرى ليبيا يبي غيار ممكن يجيك جيش ليبي ممكن يجيك قوة أخرى لكن الغاية والغرض منها شنو حماية هلنا وحماية مناطقنا الحدودية اللي أنت بتعتبره واحدة من مناطقها تمام كون أنا في منطقة مثلا ما ربيانة خارجة ولا كذا هذه ضروري نشوفه بعيوننا نحكمه باش نوصله إذا كان الكلام اللي تقول فيه صحيح يا سلام مسؤول عليك اسمعني تمام أنا في صالها ولا كذا ولا بمجلس بروحها أراه غير صحيح وإذا كان في معلومات أخرى يعني نبي نشوفه كل شيء على الأرض كيف أنا قاعد توصله أوكي تمام يعني انا هنا عندي كمان ضيف